الاتصالات الفلسطينية الأرضية والخلوية اللاسلكي والإنترنت تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حقيقة يدركها الجميع في الأراضي الفلسطينية، لكن قلما يتحدث عنها البعض. الانطباع العام بالخضوع لرقابة الاحتلال على الاتصالات الفلسطينية لا يقتصر على المختصين، واقع يتحدث عنه العامة كذلك. كل أنظمة الاتصالات الموجودة في فلسطين بتمر عبر الشركات الإسرائيلية، يعني سواء المقسم الدولي مثلا لفلسطين، مقسم جوال، خطوط الإنترنت، هي كلها بتمر عبر الشركات الإسرائيلية. كل المكالمات بتمر عبر المقسم الإسرائيلي، ما عندناش أي نوع من الاستقلالية، وهذا الموضوع بشكل خطر كبير على استقلالية المواطن واستخدامه، أنه هو تحت السيطرة بالنتيجة هذا عدو يعني، وأكيد هو معني بكل معلومة بتمر، فأكيد هيكون متابع كل المعلومات. وإحنا سمعنا على الموجود في لبنان، تجسس في لبنان، تجسس على الخطوط في دول كتير، تجسس أمريكي على رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، فما تمش في حاجة اسمها خصوصية لا على الإنترنت ولا على الاتصالات. صار عندنا حرص كبير على هذه الخصوصيات يعني، وبطلنا نستخدم الفيسبوك بدرجة كبيرة يعني، وفي كتير حاجات يعني بتدخل فيها الحكومة الإسرائيلية في خصوصياتنا عن طريق الإنترنت والاتصالات. الخطورة في ملف ارتباط الاتصالات الفلسطينية باتصالات الاحتلال تكمن في إمكانية التنصت والتجسس والرقابة الكاملة على خصوصيات الفلسطينيين بسهولة ومن دون عناء، وهو ما يوفر للاحتلال فرصة ثمينة لاستهداف المقاومين وحتى إدانتهم. قمت بالاتصالات مع الأسير المناضل سامر العيساوي، واتصالات عادية طبيعية كانت تتحدث هذه الاتصالات عن أحواله وأخباره، وعبارة عن تواصل اجتماعي، ولكن الاحتلال قام باعتقال سامر العيساوي وقدم له كل هذه المحادثات وكل هذه الاتصالات كدليل إدانة لسامر العيساوي. وبالتأكيد نحن نقول إن الاحتلال يستخدم هذه الاتصالات لإدانة المناضلين ومحاولة الضغط عليهم ومن أجل انتزاع الاعترافات منهم. كثير من الاستهدافات التي حصلت في الآونة الأخيرة كان سببها التواصل عبر الاتصالات أو شبكات الاتصالات المتنقلة. نحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن وسائل الاتصالات إن كانت الأرضية أو كانت الاتصالات المتنقلة. التجسس الإسرائيلي على شبكة الاتصالات الفلسطينية لا يقتصر على عامة الفلسطينيين أو المقاومة، لكن الاحتلال اعتاد رصد اتصالات قيادات الفصائل وحتى قيادات السلطة الفلسطينية، وهو ما اكتشف في مرات عديدة. رغم ذلك فلم تفلح السلطة الفلسطينية في تحرير الاتصالات من سيطرة الاحتلال. نعاني من سيطرة إسرائيل على قطاع الاتصالات الفلسطيني وكذلك الانترنت، حيث تصر إسرائيل على السيطرة على التردد الطيفي الفلسطيني. الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية والحكومات الفلسطينية المتعاقبة تجاه تحرير الطيف التردد الفلسطيني وإلغاء سيطرة الاحتلال عنه حتى الآن لم تسفر عن شيء. رقابة الاحتلال على الاتصالات الفلسطينية ملف على خطورته، لكنه ما يزال يرتبط بعملية التسوية السياسية المتعثرة مع إسرائيل، عملية فرضت على الفلسطينيين أن تظل حياتهم على مرأى ومسمع من عدوهم. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.